تظل مطلوبة دائما. لو حضرتك تخيلت سيناريو وجود عبد الناصر معانا النهارده، تفتكر ايه اللي كان حصل النهارده؟ ما كانش يعني ايه، كان هيغير ايه في الوضع اللي موجود، الوضع الراهن اللي حاليا دلوقتي؟ أعتقد إنه الوضع الحالي دلوقتي بيتطلب إعادة إنتاج عبد الناصر جديد. ليه؟ 30/6 أنقذتنا، أنقذت مصر، و30/6 ميزتها في حاجتين: تحدي الأمريكان وتحدي الإخوان، وهذا هو ما فعله عبد الناصر. يعني أنا كنت ممن يعتقدوا إن الإخوان تبدلوا والإخوان تغيروا، وكنت بتناقش مع الأستاذ وحيد حامد صديقي وأستاذ، وأدخل معاه في مناكفات وأقول له: يا أستاذ وحيد، الإخوان اختلفوا، إخوان اليوم يختلفون عن إخوان الأمس. لكن اكتشفت إن الإخوان هم الإخوان، وأنا كنت في وقت من الأوقات كانت العلاقة وطيدة مع جماعة الإخوان، بل إنه آخر حوار للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين كان معايا، يعني هو بيعمل حوار في السنة، الحوار الأخير كان معايا، وآخر حوار للمهندس خيرت الشاطر كان معايا، وعملت 4 لقاءات مع محمد مرسي قبل انتخابات الرئاسة. وبالتالي لا يستطيع أحد أن يتهمنا بأنه مثلا أنت بتكره الإخوان من بداياتك. لا، هات وأنا رئيس تحرير صوت الأمة هتلاقي كانت صحيفة صوت الأمة والدستور متهمتان دائما بأنهما منبر جماعة الإخوان، وكانت السلطة تتهمنا أنتوا صفحاتكم مخصصة للدفاع عن الإخوان. لكن وقتها حينما كان الإخوان ضحية سلطة فوقفنا معهم. الآن الإخوان يصطدمون بالشعب. يعني أنا بمزج معاك الماضي بالحاضر، بس اللي انا عايز اقوله انه يعني انت بتقول نحتاج عبد الناصر. نعم، انت بتتحدى الامريكان. شوف تحدي الامريكان ادى اليه في النهايه، الى انهم يسلموا تماما باراده 30/6، وجون كيري تحدث وكانه احد ابطال ثوره 30/6 بعد ان كانت الولايات المتحده الامريكيه يعني تلمح، هي لم تقل صراحة أنها انقلاب، لكن كانت بتلمح كثيرا على أنه لابد من إيجاد حل يستند إلى التوافق مع الإخوان. وبالتالي تحدي الأمريكان وتحدي الإخوان هذا هو عبد الناصر، أنك تتحدى الاستبداد الديني ممثلا في الإخوان، وتتحدى تسلط القوى الكبرى ممثلا في تحدي الولايات المتحدة الأمريكية. وده